كان راديو اف ام لايف ما نجموش نحكيو على صفاقس ومشاغل اللي فيها وما نرجعوش لاكثر المواضيع اللي طغات على المشهد الاخباري والاعلامي المده اللي فاتت ومن عمناول تقريبا هو موضوع افريقة جنوب الصحراء متواجدين حاليا في معتمدية العامرة وجبنينة. قلنا نتابعوا شوية في الموضوع إذا كان فما مشاهد عنف تخريب سرقة واللي فما صور عملت ضجة. أنا ديما نقول ما لازمناش نبدأ ونتناقلوا في الصور دون تثبت لأنه برشا صور أحيانا تجي من دول أخرى صور قديمة ربما وصور ما هيش في تونس أصلا وتنسب إلى تونس هذيك علاش لازمنا ديما نتثبتوا. دونك شنو اللي صار شنو الوضع اليوم بالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء في معتمدية العام عمرة. هل الوضع مازال كما هو ولا تبدلت الأمور؟ معنا نائب البرلمان عن دائرة جبنينة والعامرة سيد عبد الحافظ لوحيشي. صباح خير ونهارك زين. نهارك مبروك ونهارك زين وتحية لإذاعة ديوان أفهم. يعيشك سيدي. كنا نقلنا الصورة من الوضع في معتمدية العامرة وجبنينة في هالخصوص. أعطينا أنت بالضبط اليوم شنو الوضعية؟ والله الوضعية حسب رأيي أنا معناتها في انفراج معناتها مش كما الصورة الأولى اللي كنا نتكلم عليها من الأول. واقع معناتها تو حتى كي تعدى من جبنينة ولا من العامرة ما تلقاش غير الاتضاد. قبل كانوا موجودين بكثرة ويجلبوا النظر. هم حاولوا الأماكن نتاعهم وواقع زاد نقل البعض منهم لأماكن أخرى وتم مجهود الحق أمني كبير معناتها هذا اللي نلاحظه. وين كل نهار ثم معناتها تحويل نتاع الأسارقة هذوما إلى مكان آخر ونية معناتها شجاعة وصريحة باش يقع معناتها نقلتهم من جبنينة والعامرة من كامل التراب التونسي إلى مكان الأرجح ترحيلهم إلى الدول نتاعهم يعني؟ هذايا أنا حسب الجلسة اللي عملتها مع سيد وزير الداخلية مشكور كي زار المجلس وقع معناتها نقاش في الموضوع الأفارقة هذوما وعدني قال لي راه مش نخرجهم ونخلي منهم حتى أي أفريقي. هذايا معناتها وعد صريح من سيد وزير الداخلية. ثم مجهود أمني كبير ثم منظومة أمنية قاعدة تخدم وقاعدة معناتها مسيطرة على الوضع رغم بعض التجاوزات القليلة معناتها ما فهمناش الحق. أما شفنا كمان سي عبد الحافظ الوحيشي وأنه فما بعض المشاهد وبعض الصور للأسف اللي حتى تنقلتها وسائل أعلام غربية وتعرف أنت موضوع هذية قديش حساس في علاقة بصورة تونس اللي نحبوها ديما صورتنا جميلة وصورة تكون الإنسانية حاضرة فيها بامتياز. وإذا حتى شنو اللي أكدوا راهو رئيس الجمهورية فيما بعد وأنه لابد من التعامل في هذا الملف بطريقة إنسانية بحتة. فما حقوق يعني لازمنا نطبقوها فما قوانين دولية زادة كيف لازمنا نطبقوها. ماذا بينا مشاهد كما هكا الحقيقة ما تتكررش. حبيت نسألك على نقطة إسكو مازالت موجودة ولا الزيتونة اللي تتكري لأفريق جنوب الصحراء بشي تحميو فيها هل مازالت ممارسات كما هذه موجودة؟ والله لا مش صحيح. إيش أقول لك وقع تهويل الخبر وكريان زيتون ب 5000 واحد يجي يقول لك راهم الأسارقة لو عنده خلاش من شهر هكا عايشين وياكلوا معنا ونفرحوا بهم والعائلات الكل تمد لنا يد المساعدة وتمد لنا في الأدباش وتمد لنا في الأغطية والحق ثم تعاون كبير برشا من المواطنين ومن الدولة ومش مدير دي لانكا ولا يعملوا في حوايج معناتها وما ضروا حتى حد. بالعكس زاد حتى أنا نشوفهم يخدموا في الفلاحة يخدموا في الميكانيك يخدموا في البناء وقاعدين يصوروا قاعدين عايشين لبس عليهم إلى أن يأتي ما يخالفوا ذلك. معناتها بالنسبة لحقوقهم راهو عمره ما يتعدى البشر على بشر واحنا بطبيعتنا الشعب التونسي شعب مسالم وشعب معناتها يمد يد المساعدة للغير ونشوفوا حتى احنا معناتها تو التوانسة في إيطاليا كي يمشيوا يحرقوا ولا يمشيوا معناتها ما يتعرضوش للضغوطات كبيرة ياخذوا حقوقهم بالضبط. اي نعاملوهم نفس المعامله. احنا ظروف اجتماعيه ولا ظروف اقتصاديه فهمتني من علينا باش نخرج يرجع من جهه خاصه من غير اوراق
خاصة دخلوا في غير قانوني. ثم منظومة أمنية قد تقعد تخدم، ثم منظومة زادة في الجيش التونسي ما عادش يخلي يدخلوا كما العادة عبر الحدود، وقع معناتها تنظيم كبير بين وزارة ما عادش أعداد كبيرة قاعدة توصل كما شفنا عمناول وتعمناول. لا ما عادش باهي، دونك نفهموا انه زاد العمل على مستوى الحدود البريه، زاد تكثف اكثر. زاد تكثف والمنظومه الامنيه قد قاعده تخدم. ثم تجمعات ما نخبيش، ثم يتجمعوا معناتها في اماكن، هما يعملوا ديتونت ويشنوا، وهما عندهم لاكت كولكتيف معناتها مع بعضهم، تقام 13 ولا 14 يخدم واحد يوكل الاخرين المجموعه كامله. اي المجموعه في فكرتهم معناتها كي تحكي معاهم يقول لك احنا عندنا سوتيان معناتها هكاك. كان فما حالة غضب من فترة من أهالي العامرة اللي طالبوا بالتدخل العاجل، خاصة بعد ما تم جني محاصيلهم الزيتون والرومان حسب ما تقال وقتها. يعطينا صحيح، احنا نسألوا فيك. بعض الممارسات الفردية ربما نتاع الرومان، أما الزيتون ما وقعش الاعتداء عليه. ثم شكون كلمني مثال يقول لي نحب نخدم أرضي، ما خلونيش ما تعمل زيتون في أرضه. فهمتني، وهذا بالحق معناتها مش باهي. مشكلة. اي لكن ثم برشا أراضي دولية قاعدين فيها، وإن شاء الله المشكلة يتحل. احنا مش نصوتناهم كما قالت. قاعدين عاملين لهم خيام، قاعدين كيفاش معناها تعديوا أيامات مطر، أيامات برد، أيامات كيفاش معناها الظروف؟ وعندهم الخيام، عندهم زاد الأغطية، عندهم الأدباش، والمواطنين الكل تمد في المساعدة. تعاون. بدون استثناء. باهي، شكرا ليك سيدي. ثم اللي تظلم معناتها فلاح ولا اثنين ولا ثلاثة ظلموا في أملاكهم، معناتها كيفاش أملاكهم؟ مش يا خلاص ربما هم ينحيوا العواد باش يشعلوهم. باش يدفيو. زلوا. فهمتني؟ الزيتون زاد مش بكثرة معناتها. وي. يجمعوا في الزيتون، يجمعوا ويخدموا. راجعوا يخدموا. معناتها بعيني معناتها. يجمعوا في الزيتون ويجمعوا ويخدموا في البناء ويخدموا في الميكانيك. فهمتني؟ واضح. يعطيك الصحة سيدي. شكرا ليك سيد النائب بالبرلمان عند إيدج بنينة أو العامرة سي عبد الحافظ الوحيشي. بالطبيعة رانا باقي في انتظار حل جذري. ما نجموش نقعدوا هكا معناها في تعامل مع الملف الحقيقه. وسيد الرئيس واضح قال التوطين معناتها الاستيطان ولا باش يقعدوا هنا ولا بصفه معناتها ما نقولش انا معناتها ربما ظرفيه برا تو معناتها فهمتني. ما نعرفوش تو سويت لزياره السيد الرئيس لايطاليا الاخيره شنو كانت المخرجات؟ ما نعرفش اذا كان عندك فكره انت ولا سيد النائب. والله ايش اقول لك، احنا الهدف نتاعنا ان هم في تونس معناتها يلقاو العيشه نتاعهم ما نتعداوش على حقوق الانسان. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه نلقاو حل باش يخرجوا يرجعوا للبلدان. البلدان اذا كان هم علاش خرجوا من بلدان قطر؟ حسوا معناتها بالظلم، حسوا بالظلم، حسوا ما فماش معناتها ما فماش حياه باهيه معناتها. فهمتني؟ كل انسان يخرج كي ما لقاش حياه تليق به يخرج. كيف ما عاد يحب يخرج كيما التوانسه اللي يتوجهوا زاده كيف للغرب. يقول لك نحب نحرق تلقى لاباس عليه بحاله وبخدمته وبقرهبته ويسلم في خدمته ويسافر لاوروبا يحلم هو بالعكس معناتها تو الحياه في تونس قاعده تتحسن وقاعده نبنيو في دوله عصريه، دوله معناتها تاع حقوق الانسان. ونمشي وقدره ربي راهي الموجه بقدره ربي معناتها يا رب. ان شاء الله. شكرا ليك سي عبد الحافظ، يعطيك الصحة. شكرا لك سيد عبد الحافظ الوحيشي نائب البرلمان عن دائرة جبنيينة والعامرة. مازلنا معاكم نسمعوا حويجة.